ازيكم؟ كيفكم؟ اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين يا رب. في الفيديو ده انا حابة احكي لكم عن الافكار اللي بتجيني بمناسبة الشغل والحنة والحياة الزوجية والحاجات الجديدة اللي بقت يعني في الحياة زي ما بقولوا. في الفيديو ده انا كنت بستف عشان احنا كنا مسافرين ماشيين عرس في الحصحيصة، هو عرس اخو مهند، فانا كنت بستف في حاجاتي. هو احنا حنعدي ليلة وحنجي راجعين اليوم التاني، هو ما وقت طويل لكن يعني محتاجة شوية ميك اب وحاجات زي دي، فكنت بحاول اشوف حشي شنو وما حشي شنو. وزي ما ملاحظين في الفيديو انا متحننة حنة كتيرة كده وحلوة، كانت ظريفة والله. فدي واحدة من الحاجات اللي انا حابة اتكلم عنها في الفيديو ده، انه موضوع الحنة مع الشغل كان بالنسبة لي يعني حاجة غريبة شديد. في نفس اليوم ان احنا ماشيين فيهم بيت هناك، انا كان عندي شغل المسا، وبعد اخلص طوال ان احنا مفترض نمشي بيت اهل مهند، فكان ما في طريقة انه انا الا اتحنن قبل برنامجي، وطبعا قبل هنا لانه انا حاطلع من الشغل بتاعي الساعة 8، فما كان في طريقة انه انا اتحنن قبل موضوع الشغل ده. يا جماعة أنا قعدت يعني بحاول بكل الطرق الممكنة أشوف إذا في طريقة إنه أنا أتحنن بعد الشغل بتاعي بعد الساعة 8، وكان ده كان يوم خميس، فمستحيل ألقى لي حنانة بعد يعني يوم الخميس، بالإضافة لأنه أصلا ما كان عندي زمن يعني خلال اليوم. كان جواي في إحساس بالذنب في إنه أنا حتحنن وحمشي الشغل، كيف؟ ما عارفة ليه، ما عارفة ليه. يعني هل بيجيكم الإحساس ده؟ انه مثلا الحنه شكلها ما بروفيشنال، او انت شكلك بالحنه غريب، ما عارفه. يمكن عشان انا يعني احنا لما كنا صغار في المدرسه هنا في السودان الحنه، الكلام ده لحد الثانوي كانت الحنه ممنوعه ايام المدرسه بالنسبه للطلاب، ففكره انه انا حسي حاليا زورة شغاله وانا يعني ما حصل بتذكر اني تحننت، يعني حنه البنات دي بتكون صغيره كده وما حاجه خطيره، لكن حنه الزواج او حنه المراه المتزوجه is different، حاجه مختلفه تماما. فبالنسبه لي كان الموضوع غريب شديد. اول حاجه رجلينك ويدينك الاثنين وبتكون حنه واصابعك مجمعه، فكان جواي في احساس بالذنب، انه احساس انه انا تحننت وانا زوله ماشيه اشتغل، وانا زوله ماشيه عندي حاجه زي ما بقولوا حامل برزنتيشن قدام كم زول ومفترض احكي له عن الشغل بتاعي وحكون محننه. كان جواي في احساس بالذنب شديد تجاه الموضوع ده، ودي كانت احاسيس غريبه. ما عارفه هل بيجيكم الاحساس ده، انه يعني انا بالنسبه لي الحنه دي يعني دائما بشوف النسوان في المناسبات في الاعراس في الحاجات الحلوه محننين مظبطين، ايوه اوكي ده الشكل العام، لكن لما نجي لموضوع المكتب لما تكون محننة يعني ما بتذكر اصلا ان انا شفت منظر زي ده، واحدة في المكتب ومحنن الحنة الكتيرة دي، ما عارفة ليه صراحة، ما قادرة اتذكر الموضوع ده في مخي. فكانت بالنسبة لي حساسة غريبة شديد، يعني انه انا مفترض اتحنن ومفترض امشي الشغل وبشغلي اقدم برزنتيشن، كان جوا احساس بانه انا ما شكلي ما حيكون ظريف، في حين انه الحنه انا اول حاجه انا بحب الحنه شديد، نمره اثنين انه الحنه حاجه ظابطه شديد، نوع من الـ من الـ من التفسير لمكانتك الاجتماعيه الجديده. يعني انت لما تكوني متحننه حنه بسيطه وصغيره كده الناس تعرف انه انت يا اخي مثلا فتاه عازبه ما متزوجه، لما تتحنني حنه كثيره شايفين انا عامله كيف، مستاءه شديد. كنت من الوضع كنت مستغربة شديد، يعني حتى شايلة حاجاتي بتاعت الشغل والرينج لايت وشنو وشنطة السفر جنبها، تتخيلوا معي لأنه من محل الشغل حمشي عشان أبيت عشان أسافر. فوصلت المحل وبديت أجهز في التيبل بتاعتي، هو كان نتوركينج إيفنت فيه أنا ومعي كم مشروع تبع عديلة للفنون والثقافة، منظمة اسمها عديلة للفنون والثقافة، في كان تاني كم مشروع معانا، فأنا كنت واقفة بتكلم عن ضواقة وحكاوي ضواقة والبرنامج هو شنو والشغل هو شنو والكلام زي ده. لو حابين تعرفوا أي حاجة عن الموضوع ده ممكن تمشوا الصفحات بتاع ضواقة، أو ممكن تجوني أنا في الخاص تسألوني من أي حاجة. طيب لكن صراحة الموضوع ما كان كعبي يا جماعة زي ما توقعت، أو ما كان بالسوء اللي أنا كنت متوقعه. الناس كانت بتتفاعل معاي عادي
وانا كان عندي احساس بانه الناس ما حتنتبه معي، يمكن لانه برضو جواي كان في احساس بانه يعني المدرسين كانوا بيقولوا ان احنا ما نتحنن عشان ما حد ينتبه في الحصه، فبرضو كان عندي الاحساس ده بانه انا ما الناس ما حتنتبه معي، حتركز مع حنتي. اكشلي ما بزول اصلا جاب خبر حنتي خالص ده، ونحن راجعين خلاص طالعين ماشيين على البيت، كان جاني مهند وطلعنا صباح اليوم الثاني اللي هو خلاص يعني زي بيقولوا العريس وكذا، فمفترض انه احنا مسافرين وكذا، فكنا بنجهز في طعميه عشان السفر وكذا يعني عشان الناس تاكلها في الطريق لو جاعت وكذا. طبعا يا جماعه اكتشفت انه انا ما ينفع ابقى زول برمي طعميه، هذه كانت كافي شديد، لو لاحظتوا انه في طعميات مفتفتات دي اللي عملتهم انا يا جماعه. ودها المهند ما شاء الله عليه يعني شكله يعني خبير بتاع رمي طعميه، هو قالوا انه اصلا بيشتغل في حاجات بتاع الطعميه وكذا. شايفين يا جماعه ما شاء الله، يا جماعه حاولت كذا مره لكن فشلت فشل ذريع في الموضوع ده، ضواقه واي حاجه لكن طعميه ما انفع خالص اكلها، اوكي اذوقها اوكي لكن شغل لا. فبس يعني انتوا رايكم شنو يا جماعه؟ هل لما هل 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 فعلا الحنه بقت حاجه يعني ما ظريفه او حاجه ما شكلها ما بروفيشنال؟ انا ما اعرف بروفيشنال بالعربي اقولها كيف يا جماعه. هل شكلها حاجه ما والله ما اعرف اقولها بالعربي يا جماعه سوري لكن هل فعلا شكلها ما بروفيشنال؟ لانه في ناس بتضايق مني عشان بتكلم بالانجليزي، لكن هل فعلا الحنه مثلا يعني بالنسبه لنا مرتبطه بالنسوان اللي بس بيكونوا قاعدين في البيت ما شغالين الكذا، ولا يعني هل بيجيكم الاحساس ده ولا دي انا براي افكار غريبه في راسي؟ انا غايته بالنسبه لي ما نفسي يكون دي فكرتي عن الموضوع. ولما مشيت العرس ده هنا كان وقفنا في ستوب في الكاملين، هي صحيح ذكرتوني بمناسبة وقفنا في ستوب في الكاملين، لقيتني بنت في الكاملين يا جماعة وقلت لي انها قاعدة تحضر فيديوهاتي يا جماعة. يعني انا كنت سعيدة جديد في اللحظة ديك انه يا سلام في بنت في الكاملين قاعدة تحضر فيديوهاتي، فكان الموضوع بالنسبة لي يعني رائع. من هنا انا بوجه لها تحية ولكل الناس الكاملين ولكل الناس في كل السودان وفي كل العالم اللي بتتابعني وبتحب فيديوهاتي وبتحب الحاجات اللي انا بنتجها. حقيقي الحاجه دي لما يلاقيني زول في اي حته او يرسل لي زول في الخاص ويقول يا اخي ان احنا بنحب فيديوهاتك، انا بحب الحاجه دي شديد يعني. فالحمد لله يعني طبعا دي حفله العريس يا جماعه، حفله كانت ضابطه شديد والفنان كان ضابط شديد. كان نفسي اخذ لكم الصوت بتاع الحفله وكذا لانه صراحه كان فنان كيف ليكم عليك الله يا جماعه بالتوب والحنه والحركات. يلا يلا ما انتوا ما فاهمين، انا حاليا شايفه انه انا كذا شكلي ظريف كذا شكلي مناسب، حنه وتوب وقشره اوكي تمام وكعب عالي وحفله اوكي كذا مناسب، لكن قبل لما كنت لابسه بنطلون الجينز ولابسه التربن بتاعتي والكمامه والتاج بتاعتي ما كنت حاسه انه انا شكلي بروفيشنال خالص يعني. فبس يعني احاسيس غريبه، نفسي اعرف حقيقي هل انتوا بيجوكم نفس الاحاسيس الغريبه اللي انا بحس بها دي ولا انا براي؟ وروني تحت في الكومنتات او امشوا لي في الانستغرام بتاعي لو ما تابعيني في الانستغرام، شوفوني في الانستغرام. وهنا في الحته دي كان العرسان وصلوا خلاص يا دوب، وانا كنت بحاول اصور فيهم بس تقريبا ما قدرت اصورهم بسبب الجوطه بتاعت الناس، لكن في النهايه كان عرس ضابط شديد يعني وحلو شديد. وبرضه في واحدة من العرس لاقتني وقالت لي انه انا بعرفك صراحة، بس حس حاليا ما قادرة اتذكر لانه بعدك بتذكر انه نادوني وطلعت طوالي. برضه في واحدة كانت في الحصحيصة، فواحدة من الكاملين يا جماعة واحدة من الحصحيصة، فتحية لكل ولاية السودان والنسوان اللي بتابعني من ولاية السودان، لانه يعني انا بالنسبة لي ده شرف حقيقة انه تكون في نسوان قاعدين في الولايات. انا بعمل في كونتنت او بعمل في محتوى يعني هم قادرين يحضروه وقادرين يشاهدوه يعني، فحقيقي شكرا لكم كلكم، شكرا لاي زول بيدعي لي دعوات حلوه، انتوا احسن ناس في الدنيا. ويا جماعه نحن بقينا اكثر من 18 الف متابع، فشكرا لكم شديد 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 على المتابعه، وشكرا لانكم في حياتي وحقيقي انا مبسوطه بكم، واتمنى انه دائما فيديوهاتي تكون خفيفه وظريفه وحلوه ولطيفه عليكم وتنبسطوا بيها دائما يعني. ده في طريق الرجعه يا جماعه وانا بصور، اي هوب ان الفيديو ده تكونوا استمتعتوا به، وعلقوا لي بالحاجات اللي انتم عايزينها تحت، ودعواتكم ربنا ما يحرمنا منها ولا يحرمني منكم، لحد ما نشوفكم في فيديو جديد ومحتوى جديد وافكار جديده. ابقوا طيبين وبس يعني يا جماعه،
مع السلامة.